يقول صاير. تعال من تعود. مشاهدي وصبيقة تشوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من الشاطئ الساحلي عين دياب. كيف كتشوفوا رجال الأمن فهاد هنا بتدخلات عاجلة وناجرة من أجل حماية المواطن المغربي. كنظن بأنكم سمعتوا بأننا دزنا من أحد من أمام أحد الملاهي الليلية اللي كانت قناة شوف تي في صوراته قبل أسبوع من اليوم، وشفتوا كيفاش أن الحراس الليليين الحراس ديال الأبواب كيفاش أنهم حاولوا أنهم يطاردونا وأنهم يوقفونا. حقيقة لا داعي أننا ندخلوا معهم في شجار، ولكن إذا استدعى الأمر سنضطر إلى التوجه بشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك أو السيد وكيل العام الوكيل الملك، لأن كما علمت قناة شوف تي في بأن هاد الأشخاص كيهددوا بالانتقام لأننا صورنا واحد الفضيحة أمام باب هذا الملهى الليلي، وسنعود بتفاصيل إلى هذا الموضوع.
إذن شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، أكيد غادي نوفيكم بكل جديد في ملف هذا الملهى الليلي اللي طاردنا في الليلة، وغادي نعطيكم تفاصيل أكثر بإذن الله. شكرا على طيب المتابعة، نلتقي في مباشرين آخر، بقوا معنا حنا باقي معكم. إتيمز توغو مرحبا بك، وغادي نقطعو هذا المباشر ونلتقيو في مباشر آخر، بقى معنا، شكرا.